الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه كثيرا مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعلى سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولاخواننا ولاستاذنا ولمشايخنا ولتابعينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين بالرفع والدرجات. اللهم صل وسلم على سيد الاولين، وصل وسلم على سيد الاخرين، وصل وسلم على سيد محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيد محمد في ما لا يمكن ان يدرك. اللهم اجعل واوصل وتقبل ثم اكرمنا وما حرمنا ما استحنا وما استغفرنا وما صلينا على محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هذه حواسنا ورحمة نازلة ورحمة بركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك لله حضر حبيبنا وشفيعنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الله جميع الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين وإلى حضرة سلطان وأولياء الله سيدي الشيعة المقادر جل رضي الله عنه وأولياء نسعة رضي الله عنه وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأستاذنا وشيخ المشيخ حقوسنا وروحي جمع القرآن وفى المشيخ خاصة. اللهم اجعلهم فداء لهم من النار واجعل لهم من النار وعزقا لهم من النار واسترا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والنعمة من القبور من اهل لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزين اخلاقنا بجهد القرآن وحسن اعمالنا بذكر القرآن. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة الشفيعة وعلى الصراط يروح إلى الجنة رفيقا ومن النار سروح نيابا. اللهم يا الله اجعلنا وأهلنا وذريتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير وتجعلنا من أهل الشيطان إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالسر الفاتحة. آمين آمين. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة يا الله بها سبحانك اللهم وتحية بسلام وآخر دعوهم الحمد لله.